كتير من الناس بتبدأ يومها بمية بليمون بدل ما يبدأ اليوم بشرب القهوة أو الشاي. طب ليه؟ لأن ماء الليمون بيمنح الجسم فيتامين سي ومضادات الأكسدة. كوب واحد من مية الليمون بيحتوي على حوالي 10 سعرات حرارية، وواحد في المية من احتياجاتك اليومية من الحديد والبوتاسيوم وفيتامين بي واحد وبي 2 وبي 5، وكمان 2% من احتياجات جسمك لحمض الفوليك. هنركز في حلقة النهاردة على أهم فوائد لشرب ماء الليمون للجسم، وفي آخر الفيديو هنصحح بعض الخرافات والمفاهيم الغلط اللي الناس بتسمعها عن ماء الليمون. أعزائي متابعين قناة رعاية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات رعاية للصحة والجمال. حلقتنا النهاردة من سلسلة التغذية بعنوان ماذا يحدث عندما تشرب الماء بالليمون. خليكم معانا. ماء الليمون بيعزز ترطيب الجسم، لازم كلنا نشرب كمية كافية من المية علشان نتجنب الجفاف، وبيعتبر إضافة الليمون أحد المنكهات الطبيعية اللي بتحسن تجربة شرب المية، واللي بيحمينا من التعرض للإمساك وارتفاع درجات الحرارة وضبابية الدماغ. مية الليمون بتمنح حصوات الكلى، بيساعد حمض الستريك الموجود في الليمون في منع حصوات الكلى. ومن المفارقات العجيبة ان السترات، وهو احد مكونات حمض الستريك، بيخلي البول اقل حمضية، وده بيؤدي الى تفتيت الحصوات الصغيرة. هو فعلا عصير الليمون بيحتوي على حمض الستريك، لكن محتاجين كميات كبيرة جدا منه علشان نزود درجة حموضة البول. بتنصح مؤسسة الكلى الوطنية ان احنا نخلط 4 أوقيات من عصير الليمون المركز بالمية كعلاج غذائي تكميلي جنب الأدوية التانية اللي احنا بناخدها للوقاية من حصوات الكلى. ماء الليمون مصدر جيد لفيتامين سي. الحمضيات اللي زي الليمون مصدر رئيسي لفيتامين سي، واللي بيعتبر أحد مضادات الأكسدة اللي بتقدر تحمي الخلايا من التلف بسبب البذور الحرة. كمان فيتامين سي بيساعد في تكوين الكولاجين، وبيزود من امتصاص الحديد، وبيساعد في إنتاج الهرمونات. بيحمي تناول فيتامين سي من التعرض للعديد من المشكلات الصحية اللي أهمها تعب والإرهاق، جفاف الجلد والعين، سهولة التعرض للعدوى بسبب نقص المناعة، والأرق وترخي الأسنان. ومع إن الليمون مش من متصدري قائمة الحمضيات، لكن بيظل مصدر مناسب لفيتامين سي. 48 جرام من الليمون، اللي هي كوباية مية بليمون يعني، بتوفر 21% من احتياجاتك لفيتامين سي في اليوم. مية الليمون بديل سهل للمشروبات السكرية. المشروبات المحلاة بالسكر زي العصير والصودا ومشروبات الطاقة من أهم المصادر الرئيسية للسكريات المضافة في الأنظمة الغذائية. ماء الليمون بديل ممتاز وصحي للمشروبات السكرية. مشروبات السكرية مع الأسف الاستمرار في شربها بيزود من فرص الإصابة بالحالات الطبية زي زيادة الوزن والسكري من النوع الثاني وتسوس الأسنان وبعض الأمراض القلبية والكبدية. فلو أنت بتدور على مشروب محلى بنكهة الفاكهة، فمية الليمون خيار أمثل بالنسبة لك. ماء الليمون بيساعد على الهضم. شرب ماء الليمون قبل الوجبات بيسهل ويحسن من عملية الهضم، والسبب في ده ان حمض الستريك الموجود في عصير الليمون بيزود من افراز حمض المعدة اللي هو مسؤول اصلا عن تكسير الطعام وهضم. في دراسة اجريت عام 2021، المشاركين شربوا 300 ملي من ماء الليمون قبل تناول وجبات الطعام لمدة شهر. الباحثين جمعوا عينات من براز المشاركين قبل فترة الاختبار وبعد بعدها، وبعدين بدأوا يحللوا الجراثيم المعوية للمشاركين في التجربة. طلعت النتائج ان تناول ماء الليمون قبل الوجبات بيعزز ويحسن من عملية الهضم، وبيزود من الانقباضات اللي بتحصل على طول القناة الهضمية علشان تنقل الطعام. في بعض الادعاءات الصحية المتعلقة بمية الليمون، لكن معظمها ملوش دليل علمي يدعمها، بل ان البعض منها كمان الابحاث نفت الكلام ده تماما. من بين الخرافات دي ان ماء الليمون بيساعد على انقاص الوزن. بيحتوي الليمون على نوع من الالياف اسمه البكتين، وده بيساعد في تقليل الشهية وتقليل تناول السعرات الحرارية. ومع ذلك فان ماء الليمون ده هو في الاساس عصير ليمون مخفف، وده بيخلي كمية البكتين قليلة جدا. بيحتوي عصير الليمون الكامل على اقل من 1 جرام من الالياف، ومفيش دليل بيشير الى ان ماء الليمون ليه فوائد اكتر في انقاص الوزن من الماء العادي. ماء الليمون بيحارب
السرطان. بتدعي بعض المصادر ان ماء الليمون قادر على الوقاية من السرطان. بيعتمد اللي بيقولوا الكلام ده على نظرية النظام الغذائي القلوي، وده مبني على فرضية ان بعض الخلايا السرطانية ما تقدرش تعيش في بيئة قلوية. لكن المعهد الامريكي لابحاث السرطان صرح ان الادعاء ده خاطئ، لان الاطعمة اللي بيتناولها الشخص لا تؤثر لا على حموضة ولا قلوية الخلايا بتاعته. ماء الليمون ينظف ويزيل السموم. المية كده كده بتساعد في التخلص من الفضلات من الجسم، سواء عن طريق البول او عن طريق حركة الامعاء الصحية. ومع ذلك لا يوجد دليل يشير الى ان ماء الليمون افضل من المية العادية للغرض ده. ماء الليمون بيرفع معدل الذكاء. شرب المية عموما سواء كان عادي او مضاف اليه الليمون، ده بيعزز ويحسن من التركيز، لكن لا يزيد من الذكاء اطلاقا. ماء الليمون مدر للبول. المية مدرة فعالة للبول، وطبعا لانها بتشجع على عملية التبول. بالاضافة لذلك اي طعام فيه بوتاسيوم ممكن يزود من انتاج البول. بيتضمن ده كل الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الالبان بما فيهم الليمون. يعني الموضوع ملوش علاقة بماء الليمون لوحده. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وزي ما تعودنا اي استفسارات ياريت تكتبولنا في التعليقات وهنجاوب عليها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وشير، وتشتركوا معنا في قناة رعاية علشان تتابعوا معنا كل جديد عن عالم الصحة والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.